السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نكتب ملحوظات على اللوحة. اقول لكم مثلا اللوحة ديت اقدر اجي هنا واحط كلاود على حاجة مثلا في مشكلة معينة اهي بالشكل دوت، تمام. تقدر تختار اكتر من شكل بالنسبة للكلاود، تقدر تقول له انا عايز احط ارواب سهل، تقدر تقول له انا عايز اعمل هرسم حاجة بالقلم كأن معاك قلم وتشخبط عليه وترسم بيه، عايز اعمل هايلايت على حاجة معينة مثلا على حاجة كده، تقدر تكتب تكست، وبعد كده تختار مثلا هتحط عليه سهم او حاجة زي كده، تقول له مثلا سيف او ديليت او بابلش بحيث ان الناس كلها تقراها. تقدر بره تقول له انا عايز اعمل شكل معين، تقدر تعمل لينك منيو تختار حاجة معينة مثلا بالشكل دوت ويبقى فيه لينك لحاجة معينة مثلا لشيت تاني، افتح الشيت التاني. تقدر تكتب نوتس عليها لو انت عايز، تقدر تعمل بابلش للمشروع، تقدر تحط ستامب تقول مثلا عايز ستامب ده دور مثلا اهوت، تمام. تقدر تعمل ستامب مثلا ل الحاجات الالكتريكال هيت، تقدر تضيف صورة، تمام. طبعا الالكتريكال تشوف الستيتس الايشيو ده مين المفروض هيشوف المشكلة ديت، مين اللي من حقه ان هو يواتش يشوفها، اللوكيشن، الستارت ديت، الديو ديت، الستامب، الليست تحطها في اني ليست. ده بيسهل لك ان انت تدور على المعلومه اللي انت عايزها، هل في كوست امباكت ولا لا، هل في سكادول امباكت ولا لا، اللي لو في كومنتات وتروح مسيف. تقدر تضيف صوره، يعني انت في الموقع وفي الجزئيه دي انت شفت حاجه معينه صورتها بالموبايل او باي حاجه، تعمل كده وتقول له انا عايز الاسم هوت والصوره، تبدا تضيف صوره من على الكمبيوتر او من الكلاود، تمام. خلينا نضيف اي صورة عليكم مثلا ديت، بحيث ان اللوحة نفسها تبقى فيها صور للحاجات اللي تنفذت في الواقع، يقدر هو يشوف الصورة في اي وقت وانت تعمل بابلش، بحيث في الموقع برضو او في المكتب يقدر يشوف الملحوظات ديت. ممكن تيجي هنا في داونلود، تعمل داونلود للملف او شير، تشير المعلومات دي مع الناس، او فلتر تقول له مثلا انا مش عايز الحاجه اللي هي ستيتس، الحاجه اللي هي كلوزد خلاص انا مش عايز اشوفها، انا عايز اشوف بس الاوبن، فيجيب لي الحاجات اللي هي فيها لسه ما اتحلتش، والحاجات اللي اتقفلت خلاص مش عايزها، الحاجات اللي مش تبعي الغيها لي. يعني ممكن انا مثلا معماري فمش عايز اشوف الحاجات اللي مش ليا اللي راح لبتوع كهرباء، اقدر اتحكم في ايه المعلومات اللي اشوفها هنا.